أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض أجنحة الجاج بصوص الباربيكيو الصحي اللي بدون سكر مضاف. ليه؟ لأنه بدنا إياه صحي، بدنا ناكل منه قد ما نقول وما نحس بالسكر وما نحس بالذنب. وصفتنا اليوم الجاج رح يكون بقلب الصوص متغلغل فيه، مش بس من برا. إحنا لما بنعمله بصوص الباربيكيو بنقليه وبنحط عليه الصوص وبنشويه وبنعمله وبنسوي. اليوم غير شكل، خلينا نشوف كيف نعمله مع بعض. بس قبل بتمنى عليكم عشان تحبونا وتوصلوا في فيديوهاتنا لأكبر ناس، اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب لكل الناس. خلينا نشوف كيف نعمله مع بعض ويلا بينا. مقاديرنا اليوم موجودة على الشاشة وتقدروا كمان تشوفوها بصندوق الوصف، بس عشان تنجح معكم الوصفة تقيدوا بالمقادير واكتبوا لي كومنتاتكم بس تنجح معكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب إذا بدكم ننجح مع بعض وبدكم وصفاتي تطلع لكل العالم والناس تشوفها، وانتو كمان تكونوا أخذتوا ثواب إنكم نشرتوا هالوصفات. اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. كمان وصفاتي بتلاقوهم على جميع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. هنشوف كيف نعمل الوصفة ويلا بينا. وصفتنا يا حبايب سهلة جدا، بس بدنا شوية بصل وحبة شمندر بدنا نعصرهم. نعصرهم على عصارة الجزر، على أي عصارة انتم بدكم اياها، بالبلندر إذا بدكم نصفوه. المهم بدنا عصير بصل وعصير الشمندر. الشمندرة مش مسلوقة زي ما هي، قشروها واغسلوها وعصروها على عصارة الجزر زي كيف ما بدكم. شوفوا ما أحلى هالعصير البصل اللي بيطلع، بتقولوا شو هاللي بخبصه. لا 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 لا، انتوا جربوا معنا وشوفوا. عصير بصل بجنن، عصير عسل ابيض، واذا عندكم حطوا كمان احمر بصير اللي بدكم اياه. المهم عصير بصل. حبة الشمندرة غسلوها وعصروها مع البصلات، شوفوا ما اشلبها العصير طلع. طبعا مش للشرب، للطبيخ. شوفوا ما احلى. هلا بنحط اللي عصرناه في شاط ونضيف عليه بالبهارات. بهاراتنا سهلة جدا، شوية زنجبيل مطحون، فلفل أسود، وملح، وباربيكيو مدخنة. هذه بهاراتنا، ما بدنا نضيف أي بهارات. عندنا البصل، عندنا الشو مندر بجنن، كمان نضيف عليه شوية ملح ومنحرك كتير منيح. منحط شوية كاتشب ومنحرك، وهاي هي صوصنا. حطوها على جنب يا جماعة الخير. هلا الدجاج بعد ما غسلناه ونظفناه بجنن، حطينا عليه نفس البهارات اللي حطيناها. حطينا عليه شوية ملح وفلفل أسود وشوية زنجبيل وفلفل مدخن، شوفوا ما أحلى، بجنن. حركنا بصينية مقحطة مش مقحطة بدناش، رح تفرقش معنا. المهم بنحط نتفة زيت نباتي، وما تكتروا، احنا بدنا اياه برضه صحي بالنهاية. بس حطوا شوية زيت نباتي وحطوا الحبات الجناحات الدجاج، خلوهم يتقلبوا. بدنا اياهم يتقلبوا ياخذوا لون خفيف، ما بدنا نحمر ولا اشي، احنا بالنهاية كله بيطلع لحاله محمر. شوفوا هالمنظر بحياتكم، منظره هيك بالقلاية بالطنجرة بالصينية اللي انتوا بدكم اياه. يفضل بالصينية عشان ما يقعدش الحبات فوق بعض، يكون كله ماخذ نفس المنظر، لأنه الجليز اللي بدها تطلع بالنهاية بدها تغلف كل الحبات. شو بدها تطلع؟ اشي خيالي على الآخر. منقلب فيهم عشان شوفوا ما اخذوش لون كتير، هيك مجرد احنا بنشمعهم تشميع، بدنا نعطيهم شوك عشان ميتهم ما تصيرش مش لطيفة. شايفين قلبناهم واخذوا بس لون بشاهي على شقار على بني اللي انتو بدكم اياه. هلا منغطيهم شوي وعلى نار ضعيفة عشان ها يبدو يستو، يبدو يستو، مش استووا، يبدو يستو. شوفوا ما احلاه، رفعناها، شوفوا هالمية اللي نزلت، هاي مية الدجاج غير شكل، طعمتها ولا اروع لحالها. هيك حطوا هلا معلقة وذوقوها، شوفوا ما أزكاها بتشحي. هلأ صوصنا الجاهز اللي عملناه ديروا عليه، هيك خليهم هلأ يسبحوا. بس تغلي الصينية، المرأة اللي احنا حطيناها، هاي الصوص اللي احنا حطيناها بس تغلي، لفوا الصينية بالسيلفر، حطوها على نار ضعيفة تسبح مع نفسيها ساعة، ساعة لربع، ساعة وربع، ليتتبخر كل المنظر. وتشوفوا هالمنظر، شو هذا منظر؟ إشي غير شكل. هاي الصوص لحالها إشي خيالي، هاي الصوص لحالها إشي رهيب،
هذا الباربيكيو، هذا خلاصة دجاج على بصل على شمندر على بهارات، بقولكم بتدبق تدبيق غير شكل. هذا الصوص اللي احنا بدنا اياه. بنحاول هلا نستوى الدجاج من قلبه مع بعضه على برضه على نار ضعيفة، شايفين؟ بدنا نقلب فيه ليه؟ عشان هذه الصوص بترد تلزق على الدجاج وتتبخر اكثر عدد ممكن. بس تتبخر وتصير ملزقة على الدجاج، شوفوا هالمنظر، اشي خيالي والله. انا بديته باول حبة ما راح تخلصوا، راح تقولوا ننسي نعمل بكميات خيالية، انا ما بتشبع، ما بتشبع بتاتا يا عمي. الدجاج من جوا بيكون ماخذ كل الطعمات وكل صوص الباربيكيو اللي عملناه غير شكل، وبدون ما حطينا سكر بني، وبدون ما نحط سكر ابيض، وهذا نغلبنا وهذا نحس بالذنب، نو هذا كله طبيعي طبيعي. جربوها قولوا لي كيف بتطلع معكم. انا بصراحه بقوم بصحنين، لكن انتوا جربوا انتوا بالنهايه على شويه وقولوا لي كيف تطلع. منظر طعمه تدبيقه غير شكل وطبيعي طبيعي، ولا دخلنا فرن ولا علينا وغلبنا حالنا ولا ما يحزنون. هيك وصفتنا بتكون خلصت، لازم تجربوها بحياتكم. ما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب وتعليقاتكم عشان تستفيدوا كل الناس من الوصفه وتنشر، لانه بالنهايه انتوا المستفيدين وفيدوا غيركم وانا بستفيد معكم بحبكم وتعليقاتكم. بتمنى اشوفكم فيديو جديد، وشكرا لكم. اذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن او مطبخ عصام منير، وتضغطوا على علامه السبسكرايب وعلامه الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل لاكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لاحبابكم واصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامه الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام كمان بستنوا لايكاتكم فولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.